عادل 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 يا عادل 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 في ايه في ايه ايه في ايه؟ الساعة بقت 8:30 وبقالي شوية بقى صحيك. 8:30؟ طب معقولة يعني يا رنا تصحيني قبل ميعادي بخمس دقايق؟ انت ايه ما بتفهميش خالص؟ انا ما بفهمش يا عادل، انا ما بفهمش ايه الطريقة اللزجة المتزحلقة دي اللي انت بتكلمني بيها. ما يا هانم لما تصحيني قبل ميعاد صحياني بخمس دقايق تبقى ما بتفهميش وتستاهل الضرب وبالخرطوم كمان. بالخرطوم؟ عايز تضربني بالخرطوم يا عادل؟ حرام عليك. طب افرض بقى الخرطوم كان فيه مية، اغرق انا يعني ولا اغرق؟ اقفل المحبس واضربك بالخرطوم، اوعي تصحيني بدري تاني. انا بقول لك اهو. يا رانيا يا رانيا، ايه الملح اللي انت حطاه في الفول ده؟ ملح زياده، بقى لنا 10 سنين متجوزين ولغايه دلوقتي مش عارفه تظبط الملح في الاكل. الا النسب، الا النسب، كلمني عن اي حاجه الا النسب. شوف انا المراه النسبيه، انا حاطه الملح على الاكل بشكل مطابق للمعايير الجوده العالميه الايزو. انا ماليش دعوه بالعالميه اللي انت بتقولي عليها، انا عايز المعايير دي طبقا لبطني يا هانم. يا حبيبي افهم افهم، انا عامله خلطه جزيئيه بحيث ان انا بحط الملح على الميه بنسبه 1:23 بوصه في الميه علشان الاكل يبقى عباره عن جزيئات، جزء جزيئ يعني منه ميه وجزيئ اخر ملح وجزيئ فول. بعد كده بقى الاكل لما هينزل معدتك هيحصل له حاله انشطار فتشبع. انشطار؟ انت بتقولي لي اي كلام، اي كلام بتقوليه وخلاص. انشطار جوه معدتي ليه؟ معدتي مفعل نووي، بقول لك مش واجب. احسن ويكون في معلومك، يكون في معلومك ان اسلوبك في الحوار معايا اصبح متدني واصبح لا يطاق يا عادل. هو ده اسلوب يا رانيا، هو ده اسلوبه. اذا كان عاجبك بقى انت هتفهمين النهارده اسلوبي عامل ازاي في الحوار. هو اسلوبي كده ومش هعرف اغير اسلوبي، وهو كده من يوم ما اتولدت انا كده. الله مالك يا عادل؟ في ايه؟ نعم نعم. الله في ايه؟ مفيش. بابا بابا بص يا بابا، الرسمه دي ايه؟ الرسمه دي ايه؟ دي ايه؟ دي ايه الرسمه؟ ايه دي؟ ايه يا بابا؟ رسمه الربيع. ربيع ايه؟ ده خريف. ودي رياح خمسين، رياح خمسين. ما دام ما بتعرفيش بترسمي، ترسمي ليه بس يا ياسمين؟ يعني يا بابا الرسمه مش عاجباك؟ اه مش عاجباني، رسمه وحشه. ما دام ما بتعرفيش ترسمي ارسمي اي حاجه سهله، ارسمي حمار، ارسمي معزه، لكن الرسمه اي كلام اي كلام. الله، ايه يا عادل انت بتكلم البنت كده ليه؟ معلش يا ماما، انا ما احبش حد يتدخل في تربيه البنتي. بس مش معقول كده كمان، دي طفله يا عادل وملفظاتك وحشه معاها. خلي ملفظاتك سعد معاها. ملفظاتي حماتي، لو سمحتي ما تتدخليش بيني وبين بنتي يا حماتي بعد اذن حضرتك. كفايه ان انت مش عارفه تربي بنتك اساسا. ايه اللي انت لابساه ده نجلاء؟ انت رايحه السيرك ولا ايه؟ في ايه يا ابي؟ في ايه؟ ايه اللبس المهبب ليه؟ خش غيري خش غيري. استنى بس، خش غيري خش غيري. يا عادل في ايه يا ابني؟ مش عايز كلام. الله. ايه يا معلم عادل؟ المعلم عرجون جاي لنا من اسوان مخصوص عشان يشتري مننا احنا، تقوم ترد عليه كده برضه؟ بصراحه يا يعني معلم مسخوط، انا متضايق ومتنرفز جدا من اسم عرجون ده، بيفكرني بماتش الاهلي والنجم الساحلي اللي الاهلي خسر فيه الكاس. يا عم واحنا مالنا ومال الزمالك واللي بيحصل فيه؟ خلينا في ماتشنا احنا، قصدي في شغلنا. لا مؤاخذه يا معلم عرجون، معلش قول لنا طلباتك ايه تاني؟ أنا عايز 500 ورقة بردي مكتوب عليهم باللغة الهيروغليفية. اللغة الهيروغليفية؟ ما هو لازم يبقى مكتوب عليه باللغة الهيروغليفية. أمال حضرتك يعني ورق بردي هيتكتب عليه بإيه؟ هيتكتب عليه باللغة العربية؟ ما صايب من جد مو إيه دي؟ نكد عليك يا أخي، أنت مش طايق لي كلمة ليه يا أستاذ عادل؟ لا مش طايقك إيه بس؟ إهدى كده يا معلم عرجون. جراي يا عم عادل، جراي ما تهدى بقى، ده زبون تقيل هتطيره مننا. تقيل على نفسه وتقيل جاي يتقل نفسه هنا أهو، لا لو مش عاجبه الوزن ده نوزن بره. جراي عادل، أنت كده هتبوظ لنا البيعة بخناقك وزعيقك ولسانك اللي بينقط زفت ده. أنا لساني بينقط زفت؟ أنت جاي أساسا تفهمنا أنا البيعة. جراي يا أستاذ، أنت نسيت نفسك يا مسخوط ولا إيه؟ ده أنا اللي كل مرة بخلص كل حاجة وانت تبقى قاعد زي البروتة وفي الآخر تاخد نسبتك. جاي عادل، لا اقف عدل واتكلم عوج. بقولك ايه، انت اللي نسيت نفسك، ده احنا اللي معلمينك الصنعة. مين اللي معلمني الصنعة؟ انت اللي معلمني الصنعة. ده انت جاي اساسا مصر ان هو انت مش فاهم اي حاجة، ما انتش عارف الفرق بين تمثال رمسيس وبين الهرم. يا جماعة يا جماعة عيب كده، انتوا تجار كبار وشركة مع بعض، وبعدين انت مهجوج يا معلم مسخوت، ازاي يعني ما تعرفش الفرق بين تمثال رمسيس والهرم؟ يا سلام، انت جاي عليا انا؟ طب اساله هو، على النعمه ما يعرف. مين اللي ما يعرف؟ تمثال رمسيس في ميدان رمسيس، تمثال الهرم في ميدان الرمايه. ما
هو يعرف اهو يا معلم مسعود، امال بتتبلع الاستاذ عادل ليه؟ جاي عجول، انت جاي لي من اسوان مخصوص عشان تصرع عليا؟ وانت يعني اللي جاي لي من تنت عشان تزعق فيا هنا؟ انتوا الاثنين جايين لي من الاقاليم عمالين بتعالوا صكوا عندي في المساء. اطلعوا بره، يلا اطلعوا بره. طالعين. الله، اطلعوا بره. السلام عليكم. بس يا جماعه، ايه يا جماعه صوتكم جايب اخر الشارع دول؟ ايه دول؟ وانا اسيبك نص ساعه ارجع الاقيك مشكل طوب الارض. عكروا دم يا لازفت يا رمزي. ايه ده بس يا دول كده يا عم؟ في ايه يا معلمين؟ مفيش. ايه ده معلم عربون؟ عربون ليه؟ شايفه جاي من اسوان على فطوره؟ لا والله انا جاي في النيل على مركب بلاليس. كده هون يا دوله، كده هون تكسف ذاتيتي قدام المعلم عربون وقدام المعلم مسلوخ. ذاتيتك وانت ليك ذات اساسا؟ انت نكر يا هلا، نكر مالكش قيمه. هلا انا دوله. اهدى 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 اهدى، سيبني عليه. اهدى اهدى بس يا استاذ رمزي، اهدى يا استاذ عادل، ده ابن عمك برضه. ولا ابن عمه؟ انت مالك؟ انت ابن عمه ولا مش ابن عمي؟ اها، بيقول لك ابن عمه. ايه يا شيخ؟ قول له يا شيخ، قول له. انتوا جاي انت جاي بزعق؟ يعني اطلع بره، اطلع بره. يلا اطلع بره، اطلع بره. وانت كمان بره. انا دول. اه يلا انت بره. انا نكر نكر واطلع بره. اه دول اهو. رس على شيشه نضيفه بلا لطيفه مع اتنين هنيه بلا احلى اتنين شباب. ايه ده؟ مين؟ هيثم ابن ابل امال؟ اه انت تعرف ماما؟ اه طبعا، انت مش فاكرني انا اللي كنت بضربك على اخاك في الحضانه؟ اه عادل، ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ازيك يا هيثم؟ عامل ايه؟ اتفضل اتفضل. لا اتفضل. لا اتفضل، انت دي قهوتي اساسا. اهلا وسهلا. بس انت شكلك بقى كتير قوي يا عادل، من ايام الحضانه. اه ما هو من ايام الحضانه بقى لها بتاع 10 سنين اكيد. اتغير يعني؟ وانت برضو شكلك اتغير خالص. انا فاكرك لما كنت بتبقى شايل الزمزميه اللي هي عماله بتنقط ميه وما بترضاش تشربنا، وكان بيبقى معاكي كمان اللي هي المصاصات ام صفاره دي، ما كناش بنلاقيها. يا رجعتني لاحلى ايام حياتي والله. تشرب يا بدوي؟ بدوي ايوه جاي. يا نعمين يا استاذ دولة. تشرب ايه؟ ممكن لو سمحت من فضلك بعد اذنك يا استاذ تجيب لنا اتنين شاي من ايديك الحلوه دي؟ انا استاذ؟ عينيا يا استاذ. وعندك اتنين شاي وصايه. بس انت اتغيرت قوي يا هيثم عن زمان. زمان كنت بتقعد تزعق للعيال وتخطف منهم السندوتشات على اساس ان مامتك هي النظره بقى، فكنت بتقعد تضايق الناس كلها بما فيهم انا يعني. يا عادل، مفيش احسن من اللسان الحلو ده. احلى اتنين شاي على ميه بيضه للبهوات. ميرسي، متشكر جدا. على فكره انت مش المفروض تشتغل في قهوه، لا انت المفروض تشتغل في فندق خمس نجوم. انا سعاده البيت اشتغل في فندق خمس نجوم؟ ربنا يكرم اصلك يا سعاده البيت. شفت يا عادل؟ ده بيعمل عجب. ايوه بيعمل ايه يعني؟ ما هو نزل لنا شاي عادي، يعني ايه اللي حصل؟ انا لما قلت للقهوجي كلمتين حلوين مجامله، شفت عمل ايه؟ واحلى ورده للاستاذ. يا صباح الفل يا سعاده البيت. صباح الجمال. ميرسي. شفت يا عادل؟ مش قلت لك ده بيعمل عجب؟ يعني هو اللسان؟ ايوه اللسان، اللسان. ايه اللسان؟ اللسان؟ او انت خريج ألسن يعني قسم لحمه راس ولا ايه؟ اقصد ان باللسان الحلو هتاخد كل اللي انت عايزه وزياده كمان. انا مثلا عندي شقه وعندي فيلا وعندي فلوس البنك ومتجوز اتنين، وباللسان ده قعدوا مع بعض في شقه واحده وانا قاعد في الفيلا. يعني كل ده عشان اللسان؟ ايوه ايوه. بس انت يعني بتتكلم على اتنين ستات، انا عندي ست ستات، دول محتاجين ست لسنه على الاقل. يا عادل، هو لسان واحد حلو هيحل لك كل مشاكلك، حياتك هتستقر وشغلك هيمشي. اللسان ده يخلي كل الناس في جيبي؟ دولا، انت بتغيظ مين في المرايه دول؟ يعني هكون بغيظ مين يعني؟ اصل انا شايفك دولا يعني مطلع لسانك للمرايه دولا. لا يعني هطلع لساني لنفسي. يهبل يهبل، دي حاجه بيني وبين نفسي. انت مالك انت؟ عرفت يا دولا، انت اكيد بتقرا اللسان صح؟ زي الناس كده اول ما بتقرا الكف وبتفتح المناديل يا دولا. بيفتحوا المناديل؟ ده على اساس بيبقى عندهم زكام. ايوه يا سيدي، انا بشوف الطالع وبقرا البخت. طب ما تشوف يا دولا لسانك ده وتقراه لي يا دولا وتشوف لي الطالع اهو. يا ابني انت لسانك ما ينفعش يتقري، انت لسانك ينفع يتقطع بس. طب قول يا دولا، فرح فرحني فرحني. ها قدامك سكه هبل. وايه تاني يا دولا؟ ولا انت واكل كشري؟ يالا ايه ده؟ لا مش ممكن مش ممكن. وعرفتي دي كمان؟ يا ابني سهله يا ابني، ما في عدس على لسانك يا هبل. يلا اجري روح شوف شغلك وشوف التماثيل اللي انت هتكسرها. لا مش هكسر تماثيل يا عم، كل شويه.
حتى ده كمان كسرته، ده التمثال الوحيد اللي انا فرحان بيه، حتى التماثيل بتكسرها يا غبي يا ولا غور من وشي، يلا غور من وشي، مش عايز اشوف خلقتك. ايه دول بقى، انت كل شويه تزعق لي يا عم. اوف، ده ايه الشغلانه اللي انا مش طايقها دي؟ اكتر شغلانه وحشه انا اشتغلتها في حياتي. اكتر شغلانه وحشه يا سحوش حوش الشغل اللي انت حد شغلك ولا عبرك غيري؟ امشي من قدامي دلوقتي. دول بقى، لا مش انت اللي قلت لي ان انت هتكسره؟ ولا يا رمزي، هو انت ممكن باللسان تقدر مثلا تقنع اي حد باي حاجه؟ اه طبعا يا دول، على فكره انا لما بحب يعني اقنع اي حد من اصحابي باي حاجه انا عايزها بقوم بقى واخدهم وعازمهم بقى على ايه، لحمه راس ولسان، باكلهم لسان يا دول قبل الخل والتوم والجيري. والتوم والجيري بيتكلم يعني ايه؟ بيتاكلهم كرتون يهبل يا دوله معروفه يا دوله، اطعم الفم تستحي الديل. استحي الديل على اساس عازم معاك حمير والديل بتاعهم بقى هيستحي ازاي يعني؟ على غور يلا غور يلا، انت هبل ولا بتعرف تتكلم ولا بتاع امشي امشي. طيب ما تبقاش تسالني، ما تبقاش تسالني، بسال التماثيل يا اخويا. يلا يلا التماثيل لو انا سالتهم هيفهموا احسن منك يا غبي. طب ما سالتهمش ليه؟ يلا 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 يلا. وانا خسران ايه؟ طب ما جرب حكايه اللسان دي مع الواد رمزي. ولا رمزي إيه، ما تخافش ما تخافش، هتضرب تاني صح؟ لا 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 يا ابني، ده انت ابن عمي يالا. انا معقول اضربك؟ ده انت حبيبي يالا، ده انت حبيبي، ده انا بحبك يا رمزي. عارف ده انت كفايه، بس انت شايل شغل البازار ده كله على كتفك يا ابني، والتماثيل اللي انت بتكسرها طبعا غصب عنك، ما تبقاش قصد زي اللي هو بتاع نفرتيتي ده الله يحرقك. لكن عادي والله يا رمزي، انا بفكر بجد هعينك مدير عام على التماثيل كلها اللي في البازار. دول انت بتكلمني انا ولا بتكلم مين؟ ايوه بكلمك انت يا ابني، ده نتيجه مجهودك مش نتيجه انك قريب ولا حاجه. انا دولا، انا بحبك يا دي رمزي، انت ما كنتش عارف كده ولا ايه؟ الله يا دولا حبيبي، يا دولا حبيبي، يا دولا حبيبي. ماشي هضطر استحمل الاحضان والدوس. ماشي يلا، انا هنضف كل البازار يا دولا، هوا هوا من غير ما اكسر ولا تمثال يا دولا. ياه يا مدام، حكايه التمثال جابت نتيجه مع الواد رمزي، ما ممكن تجيب نتيجه مع ناس ثانيه. اجرب مصروف. الو يا معلم مسخوط. ايوه انا عادل سعيد، اخبارك ايه؟ لا يا عم زعلان مني ايه، المهم انت اخبارك ايه واخبار المساخيط الصغيرين ايه؟ الله يخليك، لا من غير ما تزعل ولا حاجه. بص يا سيدي، انا ممكن اقابلك انت والمعلم عرجون كمان نص ساعه في القهوه. خلاص بقى خلاص. ماشي ماشي حليب يا قشطه. ماشي مع السلامه مع السلامه. اوه بقى يا عم، انا مش ناقص بقى للمناهده دي، مفيش قلب يا دول المناهده. ايه ايه في ايه الزبون ده يا عم عايز ياخد التمثال ده؟ هو قال ايه ب 20 جنيه بس يا رمزي؟ لازم تتكلم مع الزباين، لازم لسانك يبقى حلو، اهم حاجه ده. ها انا اوريك، اتعلم مني اتعلم مني. اه ماشي يا مدرسه. اتس فور فري. اتس فور مي. يس اتس فور ريلي ريلي. ثانك يو ثانك يو. يور ويلكم يور ويلكم. ثانك يو اني تايم. ايه ده دولا ده؟ اروح الحقه يا دولا، ده خده ببلاش يا دولا. يلا ما انا اللي قاصد يلا. بص تمثال زي كده مش مكلفنا حاجه، بس هيكسبنا زبون، الزبون يجيب 100 زبون. اتعلم يا ده، اهم حاجه اللسان الحلو ده. عادل 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 عادل. صباح الخير يا حبيبتي. الله، ايه ده الورده دي عشاني؟ غريبه، على الرغم ان انا مصحياك قبل ميعادك بساعه يعني. حبيبتي انت المفروض ما تخلينيش انام خالص، انا بستخسر اي لحظه بعيشها بعيد عن عينيكي، يعني ليه انام وما اشوفكيش طول الوقت؟ الله، ايه الرومانسيه الفظيعه والكلام الجامد المود ده اللي ما سمعتوش من ايام شهر العسل، قصدي يعني اسبوع العسل. بمناسبه شهر العسل بقى، انا نويت اجدد لك شهر العسل، هسفرك سفريه العمر، هوديك على تايلاند وبعدين هوديك على الصين. يا سلام. وبعد الصين هنطلع على الهند، وبعد الهند نطلع على السند. وبعد السند نروح بلاد تركب الافيال. لا لغوا الافيال، بيتكلفوا الابن كتير، عشان كده بقوا يركبوا التوك توك. جميل انت يا فوزي، هقوم احضر لك الفطار يا احلى زوج في الدنيا. جي 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 حبيبتي مش عايزه اتعبك يعني. يا سلام، الواد هيثم فعلا كان عنده حق، اللسان.
الحمد لله الحمد لله. ايه الاكل الجميل ده؟ تسلم ايديك يا رانيا بجد. الملح مظبوط قوي النهارده في الفول، والبيض المسلوق تحس انه مسلوق بطريقه مسلوقه يعني بجد. حتى اي حاجه من ايديكي بجد يا رانيا بتبقى جميله يعني. الله ميرسي يا عادل، ايه الرومانسيكيه اللي انت فيها دي يا حبيبي؟ حبيبتي حقك ولازم اديكي حقك طبعا، انت بتعملي اكل جميل لازم اشهد بكده، وقدام كل الناس وقدام كل العالم وقدام مصر كلها لازم اقول لمصر كلها ان رانيا مراتي حبيبتي بتطبخ احلى طبيخ وبتعمل. الله يا ياسمين على الرسمه بتاعتك، جميله جميله جميلة. هو انت يا بابا لسه شفت الرسمة بتاعتي؟ ياسمين يا حبيبتي انا مش محتاج اشوف الرسمة بتاعتك، انا عارف رسم بنتي كويس. لعلمك بقى انا بفكر ادخلك مسابقة كراريس الرسم الدولية. ميرسي يا بابا يا حبيبي يا حبيبي. دي نجلاء. راح على فين؟ الله يا نجلاء اللبس اللي انت لابساه فظيع ده، ما فيش ولا لون مش لابساه ما شاء الله، كل الالوان حتى الاسود عشان لو اتعزي ولا حاجه يا والغوايش اللي. لا 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 بصي بجد يا نجلاء ده مش من مقامك. انا ليا واحد صاحبي فتح محل جديد بتاع ملابس حريمي، هكلمه عشان يجيب لك لبس جديد كله جديد، وانت اللي عندك ده ارميه وزعيه بيعيه اتصرفي فيه. الله عليك يا امير، ربنا يخليك ليا، ميرسي قوي. باي باي باي، مع السلامه يا نجلاء، خلي بالك من نفسك. وفي ايه يا عادل؟ في ايه؟ انا مش فاهمه انا بقى ايه الكرامات والبزخات اللي انت فيها دي يا عادل. والله انتوا عارفين ده كله سببه ايه؟ ايه بقى ده؟ ينفع يا معلم عادل تقول كلام وبعدين ما تنفذوش؟ ما هو اصل يعني يا معلم. لا 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 لا، اصل ايه؟ انت قلت لنا ان الموضوع خالص وان البضاعه كلها جاهزه، عايز تحرجنا قدام المعلم عرجون. لا ما فيش احراج ولا حاجه، انت حبيبي يعني معلم مسخوط. مش بالكلام وبس، انا عايز فعل. انت عملت لي البحر عسل وطحينه كده عموما لو مش عاجبك الطحينه على العسل ممكن اشيلها لك يا سيدي. انت خسرتني كتير ولازم تدفع نتيجه اتفاقك معايا وتدفع الغرامه، انت فاهم ولا لا؟ طبعا فاهم. انت فين؟ ما تعمل حاجة، اتصرف بقى اتصرف. بابا. ايه ياسمين يا حبيبتي تعالي، عايزة ايه؟ بابا انا سألت ميس الرسمة بتاعتي وقالت لي ان مفيش مسابقة اسمها كراريس الرسمة الدولية. لا دي كانت موجودة، ممكن تكون اتلغت لكن كانت على ايامنا كراريس الرسم المسابقة موجودة يعني. وكمان المدرسة بتاعتي قالت لي مين البق اللي ضحك عليكي وقال لك كده. قالت لك مين البق؟ ايه البق اللي قالته ده؟ ما هو المشكلة ده يظهر عطل ولا ايه مش عارف. ابي عادل فين بقى اللبس اللي قلت هتجيبهولي؟ انا بعت كل هدومي خلاص ومش عارف اخرج من البيت دلوقتي. ما انا كنت هجيب لك لبس بس اللي هو صاحبي اللي هو عنده محل بتاع لبس ده المحل ولع فحصل ماس كهربائي بعد ما المحل ولع فهو هيصلح الماس في الولعه وهجيبهولك يعني ان شاء الله. يا بيه حرام عليك بقى، كفايه كلام. عادل خلاص جهزت كل الشنط عشان سفريه رحله العمر، تعالي بصي. ايه ده انت جهزت الشنط حقيقي ولا ايه يا رن؟ طبعا انت فاكرني بهرج الشنط جوه في الاوضه. فين التذاكر؟ التذاكر ما هو بص يا رن انا غيرت وجهه الـ السفر يعني مش هتبقى زي ما قلت لك تايلاند والصين، لا هتبقى حاجه تانيه. فين؟ هتبقى اللسان بتاع راس البر ان شاء الله. عليكم السلام. لحظة حتة، مع السلامة. ازيك يا دولة؟ ايه ده يا رمزي؟ فين التماثيل وفين البضاعة اللي كانت هنا؟ بعتهم يا دولة، بعت كل التماثيل اللي في البازار واللي في المخزن كمان. بعتهم كلهم؟ ده أول مرة في حياتك تعملها؟ أنت طول عمرك كنت تكسر التماثيل لكن عمرك ما بعت تمثال واحد، بعتهم لمين دول كلهم يالا؟ تلميذك يا دولة، تلميذك يا معلم. في بقى دولة يعني أتوبيس سياحي كتير قوي كده، وفي أجانب جم على هنا يا دولة، الظاهر ان الراجل اللي جه هنا هو اللي بعتهم. الراجل اللي انا اديته تمثال هديه هو اللي بعت. شفتي يا ابني؟ يا ابني قلت لك الكلمه الحلوه اللسان، اهم حاجه اللسان، تبيع الجن الازرق. طب انت كنت بتتعامل معاهم ازاي؟ هم اجانب؟ اجانب اجانب دول شعرهم اصفر كده وعينهم خضره وشفايفهم بامبا. شفايفهم بامبا؟ اجانب. دي الاجانب الغراب دول. طب انت كانوا بيتكلموا ايه يعني؟ انجلش يا واد يا بتاع. انت بتعرف انجلش يا ده رمزي؟ يس يا دوله يس يس. يعني لو مثلا عايز تقول لحد تعالى هنا تقول له ايه؟ اقول له كم هير. ماشي. لو عايز تقول له روح هناك
بروح انا بقى هناك وبقول له كام هير. جدع يا ما بتتصرف برضه يا لا. ويلكم تو ايجيبت، ويلكم تو ايجيبت. وسيت داون، وسيت داون وكده اهو. اه طب وتفاح يعني ايه؟ التفاح يعني بنانا. بنانا انت عارف كله يا لا. الله يا دول. الله. المهم فين الفلوس بقى بتاعه البضاعه اللي انت بعتها؟ فلوس ايه دول؟ انا ما بعتهاش بفلوس ولا حاجه. امال بعتها بايه؟ بده اهو بالكلمه الحلوه دي زي ما انت علمتني بالظبط. فري 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 فري. قلت لهم فري 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 وخدوا كل الحاجات وسافروا بقى. فري فري. وقلت لهم ويلكم ويلكم. اه دول ويلكم ويلكم يا سواد ليلكم. تعال لي. يام ايه سونيا مالها؟ طب وديتها الحكيم ياما ولا لا؟ وجبت لها الدواء؟ ما تستخسرش فيها حاجه ياما. مش عايزه تاخد الدواء؟ لا لا انا مش قادر اصدق، مش قادر أصدق. انا جاي بنفسي ياما. لا جاي جاي لك يا سونيا يا اعزي الحبايب يا حبيبه. جاي. سونيا مين دي يا رمزي؟ ام يا دوله. ماما سونيا دوله. انت ما تعرفهاش؟ ام في الرضاعه، الجاموسه اللي رضعتني. جاموسه امك يا. ودي ايه جالها جنون البقر ولا ايه؟ يا دوله تف من بقك يا عم. لا دولة هي عندها اكتتاب نفسي بس. اكتتاب نفسي ايه يا دي اهبل؟ الاكتتاب ده بيبقى في البورصة، اسمها عندها اكتناب نفسي. والاكتناب ده تلاقي المريض بتاعه بيبقى ماشي على جنب كده. ايوه صح يا دولة، هي بالظبط كده هون، مكتنبة كده هون لوحدها في الزريبة ومش راضية تتكلم مع حد ومش راضية تخرج او تتفسح مع اصحابها. يا دولة تتفسح مع اصحابها؟ فين يعني العادات والتقاليد بتاعت البلد؟ اصحاب ايه؟ تخلي امك الجابوسة تمشي دي. لا 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 لا، ده احنا بلدنا بنفخر ان البلد الوحيدة اللي رفضت ان البقر بتاعها يطلع على علب السمنه. يا دولا اصل انت مش عارف يا دولا، سونيا دي عندها اكتناب نفسي بسببي انا. دولا انا اللي مزعلها يا دولا. اكيد طبعا مفيش موبايلات بقى مقصر في الموبايلات مثلا، ما بتكلمهاش في المناسبات ولا ايه؟ لا يا عم انا عيد الاضحى اللي مات رحت بقى علشان انقذها من ايد الجزار المفتري دون من القرمه دي، ومن ساعتها دول انا ما زرتهاش ولا شفتها. لا لا لا، ما انت برضه غلطان يا رمزي. فين يا ابني صله الرحم او صله اللحم مثلا؟ هي عشان كده يا حبت عيني يا دوله خدت في نفسيتها كده وشالت كده وحطت وماشي عماله تقول وسط البهايم في البلد كده ان انا ابن عاق يا دول، وهي حقها بصراحه دول، وعماله تقول لهم ان انا ما استحقش ال 35 لتر لبن اللي انا رضعتهم منها. رضعت منها 35 لتر لبن؟ ده امك بخيله قوي. يالا دول انا عاوز استاجزك في اجازه. خد اجازه. عايز اجازه مرضيه كده هون اسبوع واحد بس يا دوله، اربع ايام وهتلاقيني هنا هون قدامك. لا ما دام الاسبوع بتاعك اربع ايام اتكل على الله، بس هخصم منك الاسبوع كامل. طب وليه لازمتها بس الخصوم دي يا دوله؟ بص اذا كنت انا بقى يا عم هجيب لك البديل. البديل؟ اوعى تقول لي بقى حته وفتله وابره والعيال دي، انا ما بستوعبهمش يا دوله. هم اصلا ما يستنضفوش يجوا يشتغلوا هنا يا دوله، ده اقل واحد فيهم بياخد مرتب اكتر مني 10 مرات يا دوله. امال هجيب مين يعني؟ الاستاذ فهمي اخويا. الاستاذ استستو على طول. فهم مين يا ابني؟ ده احمر منك يا دوله، ده كان مسافر بلاد بره علشان يكمل علامه يا دوله. تقول لي احمر منك يا ابني؟ يكمل علامه ايه؟ اكيد مسافر بلاد بره بيعملوا عليه ابحاث وتجارب ويشوفوا الغباء اللي عنده ده يستفيدوا منه. مثلا ممكن يعملوا عليه القنبله الغباويه اللي هيدمروا بيها القريه الذكيه. بص بقى يا دوله، هو ده اللي عندي بقى يا عم. الاستاذ فهم جاي ياخد اجازه، فكتر الف خير وهخليه يجي يشتغل هنا مكاني في البازار يا دوله، واروح انا بقى اشوف ماما سونيا يا دوله. لا وبعدين انا محتاج كل ملين في علاجها، احتمال كده هون ان شاء الله اسفرها خارج البلاد تتعالج. تسفرها خارج البلاد؟ ايه هتوديها الفيوم على نفقه العمده يعني؟ مش عارف يا دوله، مش عارف والله، قلبي موشوشني عليها. ايوه صح، سمعت قلبك وهو بيوشوشك. صح صح، اتكل على الله بره. طب وبالنسبه للاستاذ فهمي؟ اتكل يا ده على بره. ايوه الاستاذ فهمي بره يالا، هيشتغل مكانه يلا يالا. السلام عليكم. وعليكم السلام. خد يا سماء عندك شويه فاكهه هم، وضبيهم بقى عشان ناكلهم بعد العشاء ان شاء الله. وفي كلام على فكره بقى على نص بطيخه. سبحان الله، انت عيان ولا ايه؟ ده انت بقالك سنه ما دخلتش عينه بنص كيلو سفندي. نص كيلو سفندي؟ مش عادل سعيد يا ماما اللي يمشي في الشارع ومعايا سفندي وبزر وقشر والكلام الفارغ ده. يا ابني انت فاهم الفاكهه غلط، يوسف افندي ده مش شتيمه، ده ابن عم البرتقان. ايه بتهدديني يعني بقرايبه؟ لا طبعا، مش انا اللي اتهدد من يوسف افندي. واضح كده يا ابي ان الغزاله عندك في فورمه عاليه قوي النهارده. انا صراحه النهارده يعني مزاجي عالي جدا فعلا. طب ما تفرحني يا ابني، فرح امك حبيبتك. اخيرا يا ماما اخيرا، شوفي بعد عناء قد ايه، اخيرا دعاكي جاب معايا نتيجه الحمد لله.
يبقى اكيد 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 بعت راس قرون توت عنخ امون. ده ايه ده راس قرون توت؟ ده ايه اله اله المذبح مثلا عند قدماء المصريين؟ لا لا لا، كل ما في الموضوع ان رمزي اخيرا الحمد لله خد اجازه اسبوع 4 ايام. ايه ده الاسبوع المتسربع ده؟ في اسبوع 4 ايام بدل 7؟ ما من وجهه نظر رمزي كويس قوي ان هو طلعهم 4 ايام، المهم ان هو خد اجازه وانا خلصت اخيرا بقى، هفوق لشغلي وهكسب بقى هكسب. ازاي بس يا عادل تعمل كده في رمزي؟ حرام، ومين اللي هيساعدك؟ وبعدين ده دراعك اليمين حرام. انا لو ده دراع اليمين ده نقطعه، وبعدين انا مش عايز اي حد يساعدني، انا اقدر اشيل البازار كله لوحدي عادي يعني. يا ابني الشغل عليك هيبقى كتير، وبعدين رمزي بينفع او بيكنس وبيمسح وبيكسر. لا انا مش عايز حاجه من رمزي، وبعدين هو قال لي انه هيبعت اخوه فهمي يعني يقعد مكانه على ما هو يرجع. فهمي ده اللي كان في بلاد بره؟ وايه اللي رجعه فجاه كده؟ اكيد في بلاد بره اكتشفوا ان هو غبي فمشوه من عندهم، يعني هو بلاد بره ناقصه فانها بره. يا اي ام ان ايجيبت مستر جون. اوكي كول يو باك. اهلا وسهلا يا مستر، اهلا وسهلا، تحت امر حضرتك. البازار كله تحت امرك، عايز تماثيل، عايز برديات، اي حاجه موجوده يعني. ازيك يا عادل؟ عادل ايه ده، انت عرفتني؟ واضح ان انا شهرتي وصلت بره يعني. عرفتني منين بقى؟ من خلال الايميل بتاعي، ولا من خلال الويب سايت، ولا من خلال بعض السياح لما رجعوا بلكوا قالوا لك عليا؟ زي ما انت ما اتغيرتش، عنجها فاضيه. عنجها فاضيه؟ ايه ده، لا واضح ان اللي قال لك عليا اعدائي يعني مش اصدقائي السياح. انت مين وعايز ايه؟ ها عرفتني؟ ايه ده، ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا رمزي؟ واسبوع تربي فيه شنب والحاجه دي جايبها منين؟ انت سارقها هالة؟ احترم نفسك. ايه سارقها دي؟ احترم نفسك. ايه اللغه اللي انت بتتكلم بيها دي يا عادل طول عمرك؟ لغه ايه يالا؟ انت هتستهبل يالا رمزي؟ انا بتكلم اللغه العربيه. ايه مش عارف اللغه العربيه؟ افهم كويس، اولا انا مش رمزي. مش رمزي على بابا؟ يا رمزي بتاع سونيا. هلا يا عادل انا فهمي اخو رمزي. فهمي اخو رمزي؟ فعلا يعني سبحان الله الخالق الناطق رمزي يعني. معلش فهمي، انا بقالي 10 سنين ما شفتكش يعني، وانت عامل ايه؟ فاين فاين عادل، انا واخد اجازه ورمزي اتصل بيا علشان اجي اشتغل مكانه في الفتره دي يعني، فحدد لي بقى طبيعه الشغل بتاعي وبسرعه. بسرعه؟ لا 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 لا، الشغل هنا اصله ماشي على نظم وعلى قوانين وعلى قواعد معينه انا اللي بحددها يعني. طيب بدون بقى دخول في ديتيلز كتير يعني، وبعيدا عن احساسك بالنرجسيه، حدد لي طبيعه شغل ايه. النرجسيه؟ ايه ده، الواد ده شكله مثقف وهيتعبني. ايه عادل انت بتفكر بصوت عالي؟ انت فاكرني مش سامعك ولا ايه؟ لا لا انا عارف انك سامعني. بص بقى، بص يا فهمي، يعني ان هو يعني خطه العمل عباره عن احنا عندنا مجموعه من التماثيل، التماثيل دي زي ما انت شايف كده بيبقى في عدد من الارفف، انت بتيجي بتروح. هي دي خطة المبيعات يا عادل؟ ايه الفشل اللي انت فيه ده؟ فشل ايه؟ ايه اللي فشل دي؟ لا 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 معلش، انا 20 سنة من النجاح. عادل سعيد اسم يعني الثقة. واضح واضح يا عادل الثقة. بدون بقى تضييع الوقت، انا عايز اعرف طبيعة الشغل بتاعتي، وسيبني انا اشتغل بالسيستم اللي انا عايزه. لا سيبك ايه؟ ما ينفعش اسيبك، انا رئيس مجلس ادارة البازار ده، وانا اللي بحدد ازاي الناس كلها تشتغل. عادل بلاش التشبث بالسلطة الواهية دي. تشكلك حزب معارض وهتتعبنا يا فهمي. رمزي كان حزب تاني، كان حزب وداد كلبي. بقول لك يعني يا فهمي، بما ان احنا قرايب واصدقاء من واحنا صغيرين يعني، تسمح لي يعني ممكن ابقى اشتمك واضربك زي رمزي كده؟ لو في اطار الصداقه زي ما انت بتدعي عادل اوكي، يعني تشتمني اشتمك، تهفني بالقلم اقوم هفك بالشلوط. تضرب مين يا؟ بقول لي ياض اقول لك ياض، فبلاش يا عادل ننزل المستوى المبتذل ده، ها، وتكون العلاقه ما بيننا فجه. فجه؟ معاك فجد 10؟ ايه انت هتمشيها مير يعني؟ ماشي نمشيها مير خلاص. بالنسبة بقى للمشاريب، الحساب انجليزي وكل واحد على حجر ابوها معلم. بغض النظر عن التشبيه الفظ اللي انت بتقوله دوان، فاوكي انا موافق، تعالى بقى نتحاسب. نتحاسب قوي قوي. انت ليك عندي كل يوم علبة كشري، ودي بتعتبر فطارك وغداك وعشاك غير التلات كوبايات شاي. اولا يا عادل الوجبة دي حقي نتيجة مجهودي وفق عدد ساعات العمل الرسمية اللي محددها القانون، يعني انا ليا عندك 10 جنيه في اليوم. 10 جنيه؟ ايه 10 جنيه دي؟ لا رمزي كان ارخص بقى.
بليز عادل، لآخر مرة بقولك رمزي شيء وفهم شيء تاني خالص، وإذا كان رمزي بطبته وسذاجته بيسمح لك إنك تستغله فأنا نو. طبته وسذاجته أنت عايز العشرة جنيه؟ اتفضل يا سيدي، أدي العشرة جنيه ومش عايز بقى أي وجع دماغ بعد كده، اتفضل. يا ترى أنت عامل إيه دلوقتي يا رمزي؟ حبيبي مالك يا عادل؟ ما انت لسه كنت من شويه منشرج الاسارير. اسارير؟ انا بقول لك ايه، انا مش طايق اي حد يتكلم معايا كلام مهم ومجعلص كده. انا بقول لك اهو. طب بص يا بيبي، فضفض فضفض يا حبيبي، الفضفضه اللي هي المعتاده. فضفض يا حبيبي، هل هناك في حياتك اي مطبات انسانيه؟ مطبات ايه؟ انا قلت الواد رمزي ده لما يمشي خلاص الحياه هتزدهر، اتاري كل دي احلام واوهام. طب ما هو طبيعي يا بيبي، لان صخره الواقع دائما بتبقى ملهاش اي علاقه بامالك الانسانيه. امال ايه؟ فهمي حطم لي كل امالي. ايه ده فهمي، اخو رمزي جه اشتغل عندك خلاص؟ اه للاسف جه، ويا ريت وما جه، عامل لي فيها ذكي البيت. الله، طب ما دي حاجه تبسطك يا ابني ان هو يبقى ذكي. لا طبعا ما تبسطنيش، لانه بيتدخل في كل حاجه، وما تقوليش كذا وما تعمليش كذا وما تشتمنيش، عامل لي فيها انسان. عادل لو سمحت، اي انسان في الزمن ده من حقه يبقى انسان. بقول لك ايه، بطلي شغل حقوق الانسان ده، ما باكلش معايا، انا ديكتاتور العادل، ما ينفعش اي حد يتدخل في شغلي، ما ينفعش اي حد يقول لي رايه والكلام ده. انا ديكتاتور مش بس في البيت، في البيت وفي البازار كمان. عادل حبك للسلطة ده هيجننك إن شاء الله، وفي يوم من الأيام يا عادل يا سعيد هتصحى تلاقي نفسك لوحدك. أنا العقل المدبر، ولازم أكبح طموح اللي اسمه فهمي ده وأكسر نفسه زي ما رمزي كان بيكسر لي التماثيل في البازار. إيه ده إيه ده؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ أنت قاعد على مكتبي ولا إيه؟ يا عادل دي ضروريات شغل علشان أعرف أشتغل على اللابتوب بتاعي وأنا بشرب النسكافيه وأعيش مود الشغل، وأنا بعمل لك حسابات البازار ما تنساش. وعشان تعمل الحسابات يعني تاخد مكتبي؟ أوكي عادل، عايز المكتب بتاعك؟ ماشي، اعمل لي مكتب لوحدي، أو أقول لك أقعد أنت مكاني واشتغل على اللابتوب. تعرف؟ تعرف؟ لعلمك أنا الطب بتاع البازار ده، تقول لي لابتوب ومش لابتوب، هات هات أوريك أنا أشتغل إزاي. أوكي. إيه ده أنت شلت الفيشة؟ بطل الحركات دي عشان تفصل لي بقى اللي هو اللابتوب ده يعني، وانا معرفش اشتغل عليه. يا عادل افهم، اللابتوب ده ما بيطفيش علشان الفيشه، ثانيا انت اتمسكت ان المكتب ده بتاعك، فانا من حقي ان اتمسك ان اللابتوب ده بتاعي واشتغل عليه براحتي. طب بقول لك يا فهمي، ما تسيب لي لابتوبك وانا اسيب لك مكتبي. اوكي عادل، بس اعمل بس تشيك على الايميل بتاعي وبعدين ابقى اسيبه لك براحتك. انت عندك ايميل؟ انت اكيد بقى جايبه من بره، بيبقى ارخص من هنا بكتير. ايه ده عادل، انت ما عندكش ايميل؟ لا ما انت عارف انا اصلا يعني زوج واب، ومعقوله يعني اصرف فلوسي على حاجات زي كده يعني؟ ممكن اشتري، لعلمك ده سهل جدا اجيب ايميل. بس افرض مثلا بنتي ياسمين احتاجت حاجه، ماما احتاجت دواء، وعلى راي المثل اللي يحتاجه البيت يتحرم على النت. مش ممكن، مش ممكن، انت فضحتنا خالص. انا مستغرب ازاي انت تكون انت ابن عم. انا يعني ايه ابن انت ليك الشرف ان انا ابقى ابن عمك، انت وابوك. يا حبيبي افهم، يا عادل افهم، الايميل ده ما عليهوش اي فلوس. لا راجل، ببلاش بجد؟ ايوه ببلاش. طيب لو ببلاش بقى بجد والنبي يعني، بص بقى تعمل لي ايه، عبي لي اربع ايميلات بس من هم الحجم الكبير، وتوصى بقى توصى والنبي فاهم. ما قلتلناش يا عادل، كنت عايز اسالك، الواد اللي اسمه فهمي ده اخو المنيل على عينه رمزي، عامل معاك ايه؟ ده غبي جدا، غبي جدا، ده مش فاهم حاجه خالص. عارفين النهارده قاعد قدام الكمبيوتر وبيقول على عايز يعمل شهر داون، باين اسمه شهر داون يا ابي. اهو غبي ومخسرني ومبهدلني يعني، ما يتخيرش على اخوه، الاثنين اغبى من بعض. معلش بقى يا عادل استحمله، اهي فتره صغننه وهتعدي ان شاء الله. استحمله ايه بس يا حماتي، بقولك مش فاهم حاجه خالص. تخيلوا كان فاكر ان الايميل بيتباع. يا نهار ابيض، ده تبشيره خالص. الايميل بيتباع؟ بيتباع؟ ده حمار بجد بقى. ده انا فاكره من زمان قوي ان البتاع ده بيتاجر مش بيتباع. افتحي يا ياسمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي سايبك البازار وجابك هنا؟ يا ماميكا مش معقول، ده يشبه رمزي خالص، ويشبه كمان الممثل اسمه فؤاد المهندس. بصي. ميرسي يا هانم. يا عادل اولا دي مش مقابله تقابلني بيها، وانا جاي ازورك في بيتك لاول مره في حياتي. ثانيا انا دلوقتي خارج مواعيد العمل الرسميه. مواعيد يا ابو مواعيد، احنا من امتى كنا ماشيين بمواعيد وبنظام زي ما انت بتقول؟ مش ذنبي يا استاذ عادل انك انت ورمزي كنتوا مقضيينها مراجيح، انا ليا 8 ساعات عمل في اليوم. اهلا وسهلا بيك يا ابني، اتفضل بيتك ومطرحك.
عيب يا عادل عيب، ده ابن عمك برضو. ايه هنعمل له ايه يعني؟ ابن عمي يستأذن قبل ما يجي يا ماما. استأذن؟ استأذن علشان اجي ازور مرات عمي واتعرف على بنت عمي؟ ده صح يعني؟ انت بقى اكيد ياسمين صح؟ هو انت عمو رمزي؟ لا يا حبيبتي انا عمو فهمي، اخو عمو رمزي. اتفضلي اللعبه دي لعبه ذكاء المستوى الرابع من سن 10 ل 13 سنه، ودي يعني السديهات بتاعتها. الله دي احلى هديه جاتلي، انا كنت قايله لبابا عليها بس ما عرفش يعني ما فهمش انا كنت عايزه ايه. ما فهمش؟ لا 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 انا كنت فاهم كل حاجه، بس انا مش عايزك تنشغلي عن المذاكره وخش ذاكري. يلا خش ذاكري لعبه دي، وبعدين دي بتتكسر، النوع ده من اللي هو بيتكسر، انا اجيب لك واحده ما بتتكسرش. يلا خش ذاكري يلا. عادل رحب بضيفك يا عادل، بدل تبشير بدل كان عايز يبيع الايميل. اهلا وسهلا يا فهمي، منور. ميرسي يا بنت عمي. لطيف قوي ربنا يخليكم، وانا يعني ما كنتش ناوي اقعد كتير في مصر يعني. الله بداهيه 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 بداهيه. هي مصر طبعا بلدي يعني، بس انا هقدر اخدمها وانا بره اكتر. اه يعني هتبعت لها وتحن لها كده وتبعت لها حوالات وحاجات كده من الارق الاخضر ده اللي بالاسمه درارات. يلا سلام عليكم بقى يا جماعه، انا هروح. يا الله يا رب الطياره تقع بيك في مثلث برمودا يا رب. انت بتفكر برضو يا عادل بصوت عالي؟ مفيش. من فضلك يا استاذ فهمي عايز اطلب منك خدمه، يعني قبل ما تسافر اصل انا في نوع مكياج مش لاقياه هنا خالص، عمال الف 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 مش لاقيه، ممكن تجيبه لي؟ تحت امرك يا مجيده هانم طبعا. ميرسي ميرسي. يلا 60 داهيه يلا يلا. يا عادل ما تفكرش بصوت عالي. يا جماعه احنا مش هننام بقى ولا ايه؟ ننام؟ ما احنا كل يوم بنصل وش الفجر، جت على النهارده هننام بدري؟ اقله نقعد مع ابن عمنا اللي مسافر نرحب بيه قبل ما يسافر. يا عادل منور يا فهمي. بوجودك يا سناء. هو انا كده كده يعني كنت مروح لان ناقص ساعه على ميعاد نومي، وانا مش عايز الخبط الجدول بتاعي. سلام عليكم. وعليكم السلام. رب الجدول يولع يا رب الجدول يولع. انا شايف يا معلم تيتي ان احنا ممكن نعمل بيزنس مع بعض عالي قوي. اوكي يا معلم فهمي، نبدا من تمر الصبح في يوحى بيت. نو نو احنا بس الناس شويه يعني، نشوف الشغل اللي ناقص عندك والشغل اللي زياده عندي ونظبط مع بعض. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه، لكن دماغ الصحيه دي ما عدتش عينها في السوق قبل كده ولا غلط؟ اي نو اي نو. انا شايف ان موضوع التماثيل ده ممكن يبقى افضل بكتير قوي. إيه لو ايه اللي جايب ده هنا؟ ده مش قلت لك ده مخ زينخ وربما يبوظ لنا الصفقه؟ سيبك منه يا معلم تيتي، اتفاقك هيبقى معايا انا. سيبك منه وبتتفقوا عليا؟ طب انت مرفوضه فاهمي. براحتك يا عادل. اوكي انا بس بعمل اللي انا اتعلمته وشايف ان هو صح. يا عادل فهمني، اي صناعه او تجاره في عالم البيزنس محتاجه تكتلات عشان تكبر. هو ده الكلام، مش تعضني في تمثال واضربك في ورقه بردي. تكتلاتي وبتاع ايه؟ لعلمكم بقى انا كيان بذاتي. يا عادل افهم. انا ما افهمش، اللي انا اقوله هو اللي يتنفذ. مكسب ايه وخساره ايه؟ انتوا بتستهبلوا؟ طب اشد انا بقى معلم فهمي واكلمك بالليل. سلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. معلم فهمي علمك خلاص؟ السلام عليكم. مساء الفل يا معلم فهمي. ايراد النهارده يا باشا. ايه ده؟ فلوس؟ اه باشا بسم الله ما شاء الله، الجدع اللي هو التمثال بتاع اله المعسل ده عامل شغل نار عندي في القهوه، ده غير بقى ان السياح اصلا عايزين يتفرجوا على المعسل نفسه، فهمتك معانا بقى معلمي. هنعمل كل المقاسات، يعني هنعمل تمثال بحجر وتمثال بكذا حجر. طب وفي تايح طلب تمثال اسمه اله الكابتشينو. انا اوريدي بعت استورده من البرازيل، هو اله البني ان شاء الله في صفقه واحده. هو ده الشغل يا معلم فهمي. صباح الفل يا باشا، ربنا يخليك لينا. السلام عليكم. السلام عليكم. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ انت بتعمل شغل من ورايا ولا ايه؟ امسك بس يا عادل وعد قبل ما تتعصب عليا. فلوس؟ انا مش عايز فلوس، انا مش عايز فلوس يا اخي، انا عايزك تغور وتسيبني بقى، انا عايز ارجع زي ما انا، انا عايز رمزي، انا عايز رمزي. شيت، الظاهر اني بشتغل مع هواء. يا عادل انت كانت فرصتك الاخيره انك تكبر معايا، لكن انت اهدرتها. اهدرت ايه وشغل ايه وبتاع ايه؟ وانا من امتى كنت بتاع شغل؟ وادي الشغل اهو، ادي الشغل. انا مش بتاع شغل يا سيدي، انا عايز اخسر. اطلع بره اطلع بره. انا عايز رمزي، انا عايز رمزي. انت فين يا رمزي؟ ما ترجع يا رمزي، ارجع يا جمال، مش احنا ولود عم؟ تروح لجاموسه يا بقره. رمزي وصل. السلام عليكم.
ايوه كده ايوه كده. ازيك يالا رمزي؟ وحشتني يالا. ازيك يا دولا؟ وحشني يا دولا. يا مصر وحشتني والجيزه وحشتني. ايوه كده، رجعني للهلس والغباوه. انا اتخنقت يالا، اتخنقت. اقعد يالا رمزي اقعد. وحشني يا دولا. اه والله. وانت يا حمار. وايه كمان يا دولا؟ إيه يا غبي يا جزمه. ربنا يخليك ليا يا دولا يا رب. تطلب ايه؟ تدفع ايه يعني؟ كوكتيل. بقول لك ايه، ما استغلش بقى ان انت وحشتني وان انا بعت مخصوص عشان اجيبك من البلد. انت افيونت يالا. ربنا يخليك يا دول يا رب. بس قول لي بقى اهم حاجه، يعني زي ما وعدتني كده في التليفون انك هتعالج سونيا على نفقه البازار؟ لا يا رمزي، انا عمري وعدتك بحاجه وعملتها؟ لا. طب اشمعنى دي؟ بما ان انا المسؤول الاول عن البازار، هصدر قرار بعلاج سونيا على نفقه البازار ان شاء الله. الله عليك يا دول، ربنا يخليك يا رب. هو ده العشم والله يا دول. وايه كمان فرحني؟ اخصم لك 9 ايام يالا. لا لا لا، ده كده كتير بقى يا دولا، كده كتير بقى. ربنا يكرمك يا رب يا دولا. بص براح، اشتم واخصم واعمل كل حاجه يا دولا، وحشتني ايام زمان قوي. وانت يالا يا رمزي، كسر يالا وخسرني وبوظ البازار كله. ليك شوقه يالا يا رمزي. ايه ايه ايه، ما تخافش وانا هضربك يالا. لا ده انا داخل كده على اساس احضنك. بص ليك شوقه يالا يا رمزي. ربنا يخليك يا دولا يا رب. ربنا يخليك. فهمت انت ايه يالا؟ مش بني ادم ولا رمز. سيبه 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 سيبه. انت يالا رمزي يعني وانت صغير كنت بني ادم زينا كده يالا؟ مش فاكر يا دولا، لان كنت وانا صغير كنت ساعتها صغير فمش فاكر حاجه. يا سلام، وانت صغير كنت صغير يعني مثلا ما كانش فيه بوادر ظهور، مثلا حوافر، فروه، ديل؟ كان في ديل يا دولا على فكره. كان في ديل وانا صغير؟ كان في ديل، بس ديل زغنطت زي بتاع المعزه كده، مش ديل كبير اللي هو بتاع الجاموسه. لا، وبعدين الحمد لله بقى خالته ام لبيبه شالته لي بقى وانا صغير، والحمد لله ما طلعش لغايه دلوقتي. كده بقى شكوكي في محله. شكوكي ايه يا دولا؟ اسمه شكوكو. وبعدين ما كانش عنده محل يا دولا. يلا تهبل يلا، مش فاهم حاجه يا عم. مش اهلا 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 اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا معلمين البازارات كلها. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. انا ولا رمز ولا رمز. بسرعه روح على الكراسي يلا. لا انا بحب اقف يا دولا. مش هتقعد يعني؟ اهلا وسهلا. تشربوا ايه؟ احنا جايين نشرب. امال ايه، جايين تاكلوا ولا ايه؟ لا احنا جايين لك في كلمتين وبس. ده تعمل لي فيها فؤاد المهندس الله يرحمه. عموما تقول كلمتين، تقول ثلاثه، تقول 10، ان شاء الله تقول الكلام كله براحتك. لا يا دولا ايه يعني، هو لما يقول الكلام كله احنا بقى هنقول ايه؟ ما يسيب لنا كلمتين نمشي بيهم كده اهو. ولا انت متاكد ان ام لبيبه شالت الديل كله؟ بص يا عادل، احنا قررنا نعمل رابطه بازارات. رابطة بازارات، وجايين لي طبعا اكيد يعني عشان عايزين تنتخبوا رئيس الرابطة، صح؟ مفيش غير المعلم تيتي هو اللي مرشح نفسه وبس. المعلم تيتي؟ معلم تيتي ايه؟ معلم تيتي ده ساقط ابتدائية، انما انا بقى ساقط دبلوم. خلاص رشح نفسك للمنصب وما يبقاش في المنصب غيرك انت وهو وبس. عموما تيتي ده لو دخل قدامي في المنصب هنسحه. دول هسيبهولي انا بقى وانا همسحهولك وانا بمسح البازار امبارح الصبح. عموما الانتخابات معقوله، واللي هيقدم فيكوا افضل خدمات لاصحاب البازارات يبقى هو اولى بالمنصب. وفي مرتب ثابت لرئيس الرابطه. 1000 جنيه مصري فقط لا غير لرئيس الرابطه. طب وانا بقى رئيس سكرتير الرابطه ملوش اي حاجه؟ 1000 جنيه فقط مصري لا غير لرئيس الرابطه وبس. عموما انا مش هممني موضوع الفلوس خالص، لان احنا رجال اقوال وليس رجال افعال. ايوه، وبعدين احنا ما بنفكرش غير في نفسنا وبس. على خير الله، يبقى معادنا بعد بكره على القهوه عشان الانتخابات. ماشي. عارف اتحضر ايه هتافات؟ ايه يا دولا؟ قول. دولا 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 حلاوته مش معقوله. دولا 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 حلاوته مش معقوله. يا جماعة يا جماعة، الموقف حرج جدا وصعب جدا. أنا دلوقتي حاسس والله أعلم إن أنا مستهدف، فلازم تقفوا جنبي يا إخوانا. فهمناك يا بيبي، يعني أنت بتدور على الاستقرار الداخلي. بالظبط بالظبط يا رانيا، أنت فهمتيني فعلا. الاستقرار الداخلي يعني مثلا التاريخ بيعيد نفسه، يعني عندكوا الزميل غاندي. إيه سر نجاحه تفتكروا؟ عارفين إيه سر نجاحه؟ إيه دول؟ حب الناس ليه.
انا عايزه اقول لك يا بيبي ان احنا قلبا وقالبا معاك وبنتمنى لك معركه انتخابيه موفقه. عادل جود 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 فيري جود لك. عادل ده عيالك يا حبيبي من قلبي ده عيالك. وان شاء الله الانتخابات اللي انت داخل فيها يا سي عادل دي واخد رمز ايه؟ انا ما رمز مش رمزي رمز. شوف خالص يا حمار انا واخد رمز المقاشه ان شاء الله لان بالرمز ده اقدر اي استطيع ان انا انزل واكنس كل المتسابقين اللي قدامه وقوتيتي بس اكنسه اكنسه. حط مقاشه على مقاشه دول يا حبيبي دخل العشه. حط مقاشه على مقاشه دول حبيبنا دخل العشه. السلام عليكم. فليكن معلوما للجميع انني لا ارغب في المناصب، ما بيهمنيش المناصب، لكن نمن طالما انتوا شايفين كده ماشي ولا غلط؟ غلط. ايه ده يا عم اللي جاي بيتنك علينا ده؟ يعني ايه اللي مش همه المناصب؟ ولا بيتنك على المناصب ومش ليه يعني؟ من فضلك من فضلك ليه بتقطعني في خطبتي؟ انت مش هتاخد الكلمه بعدي؟ ماشي هاخد الكلمه بعدك بس هاخد ان شاء الله المنصب ده قبلك. ان شاء الله يا دول اسيبه بقى يقول الكلمتين اللي عنده عشان ما يقعوش منه ونقعد ندور بقى عليه. قول 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 قول. يا جماعه يا جماعه كل واحد يقف في طابوره ويتكلم ويقول الكلمتين اللي عنده وبس وبس. انه في الحقيقه انا ما عنديش خطه لكن بعون الله هنفذ لكم كل اللي انتوا عايزينه. يعني انت مفيش في دماغك حاجه خالص حاليا؟ مفيش. يعني هتقول ايه دلوقتي؟ اذ ربما انه في هذا الموضوع مفيش. الكلام اللي احنا سمعناه ده وبس بس مفيش. حس بقى ان هو مفيش. استاذ عادل ممكن تقول لنا خطتك وانجازاتك؟ اتفضل. فسح فسح. السلام عليكم. وعليكم السلام. دولا 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 تيتي خدوا صابونة جابوا الهرم جنب بيتنا عادل دولا رئيس ربطتنا. شكرا شكرا للهتاف الجماعي شكرا. ناني أيها الإخوة التقيت بكم دلوقتي حالا لكي أقول لكم حاجة واحدة. إن هذا أيوة شيلهم دول. إن هذا اليوم يوم مهم جدا لكل أصحاب البازارات ولو أنا منافس بالنسبة لهذا التيتي فإنني بكل تواضع أقول لكم من هذا المنصب إنه ليس قدي لأنني سوف أنتصر عليه. وشكرا ولسه قاعدين مع بعض يعني. بقول لك يا أستاذ زول عدم مؤاخذة يعني أنت شغلت لي القهوة وعملت لي مؤتمر صحفي والناس ديت ولا واحد فيهم ضرب أي مشروب يا أستاذ. لا لا بدو أنت كده سايح له ولا إيه؟ اتكل على روح هات واحد شاي قسمه على ست كوبايات. يلا واحد شاي على ست كوبايات. أي حد طلب أي حاجة تانية حاسبوا عليها ها؟ عناية. يلا يلا. أبو الكرم أبو الكرم عادل أفندي قلب الهرم. شكرا للهتاف الجماعي. عدوا يا رمز عدوا عدوا. أيها الأخوة والأخوات سيداتي سادتي أنستي أيها الأخوة والأخوات. أستاذ عادل ممكن تقول لنا حتة من إنجازاتك وحتة من مشروعاتك؟ أستوقفك أستوقفك برداو. لا مش أوقفك لا أستوقفك يعني إنها ليست إنجازاتي بل إنجازاتنا. إنها ليست مصروفاتي بل مصروفاتنا. إنها ليست ها وهكذا أيها الإخوة. إنني لا أفعل عمل فردي ولكن عمل جماعي. أنت إيه اللي موقفك هنا على المنصة؟ أسف إيه اللي موقفك على المنصة؟ ولهذا أيها الإخوة نحن كأصحاب بازارات نعاني من أشياء كتيرة جدا. يعني مثلا بالنسبة لأصحاب محلات الكشري أتتذكرون ماذا حصل العام الماضي في فبراير سنة 1999 مش يعني من فترة؟ أتتذكرون الحدث المؤسف الذي حدث لأحد السواح لما عندما كان ماشي في الشارع وبعدين راح هو الزحلق في كيس بلاستيك ده هو وكان هذا حادث مؤسف بسبب ايه؟ بسبب كيس كشري مرمي على الارض لونه شفاف فلم يراه. فاكر يا لا اتذكر؟ اتذكر دول ده انا اللي حادف الكيس ده ساعتها. ولهذا ايها الاخوه مش عايزين الكشري في كيس دول يا فندي في الاوتوبيس.
والله بصوا انا يعني لازم اجتمع مع اصحاب بتوع اللي هم محلات الكشري واطلب منهم ان تكون الاكياس ملونه حتى لا يتزحلق عليها اي سائح، ولذلك لا نضرب السياحه في مصر. يا سلام يا سلام على الكلام اللي كله دقه وحكمه. دولا دولا هب وبان، عبى الكشري في كيس الوان. شكرا شكرا شكرا. ثانيا وثانيا اهم من اولا، محلات عصير القصب التي تجاور بطبيعه الحال محلات الكشري كنوع من انواع الحلو بعد الشطه والحراق الذي يبقى في البق، فان هذه المحلات تتسبب الينا بمشاكل كثيره جدا، منها مثلا ان بتضر علينا بعضا من الناموس والهاموش وبعضا من الحشرات الطائره والحشرات الزاحفه مثل الصرصار وهكذا، فان هذه النوعيه المختلفه من الحشرات مضره لنا. ودي هتعمل لها اكياس الوان برضو؟ لا اكياس الوان ايه، انا عايز بس استعين ببيت من ابيات الشعر لصديقي الشاعر بيقول: انما الامم الاخلاق ما بقيت فان اخلاقهم ذهبوا، ولذلك فان على اصحاب محلات عصير القصب لابد انهم يرشوا مبيدات حشريه للقضاء على هذه الحشرات، وده مطلب من المطالب الذي اطلبه لكم بنيابه عنكم. رص القصب وارمي القش يا دولا، عمره ما يوعد فش. الحنوش ده عرفنا كلنا. انا كنت فاكر ان هو عرفني انا وبس وبس. دلوقتي يا جماعه في بقى نقطه مهمه جدا، ثالثا ودي اهم من ثانيا ومن اولا، ثالثا يا جماعه عايزين نوحد اسعار التماثيل. ما ينفعش يبقى التمثال عند حضرتك مثلا 8-10 جنيه ويبقى عند حضرتك 8-15 جنيه، لان هذا قد يسبب مشاكل بيننا وبين بعضينا. الله، احلى كلام. كلام مظبوط، ورزقي ورزقك على الله وبس وبس. اطفي 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 النور، عادل دولا مش مغرور. 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 مبروك يا حبيبي، مبروك، الف مبروك يا عادل على المنصب الجديد بتاعك. الله يبارك فيك. انا صراحه يا جماعه يعني مش شاغلني المنصب الجديد ومش مفرحني قد ما هززني وموترني المسؤوليات الضخمه اللي هتبقى على كتافي ان شاء الله. مسؤوليات ايه اللي في البازارات دي؟ مسؤوليات ايه اللي على انت بتقول هترضع التماثيل يعني؟ انت ايش فاهمك انت؟ انت جهله جهله. مدرستي بس مدرستي. عادل عملت لي الكروت؟ والله يا ماما انا وصيت على الكروت ان شاء الله، وبعدين هيتكتب في الكروت المستشار الإعلامية للسيد رئيس رابطة البازارات، بس مش هكتب اسمك بقى، يعني هكتب أم عادل عشان محدش يعرف إن أنت إنعام، ويقعدوا ينادوني يقولوا لي يا ابني إنعام. طب وأنا همسك حاجة في الرابطات دي بقى؟ آه طبعًا يا حماتي، يعني أنت هتبقي مسؤولة العلاقات الخارجية، أي مؤتمر تطلعي تضربي لك جملتين إنجليزي ترويش الناس. وأنا بقى هبقى مسؤولة النت في الرابط، وممكن نعمل إيميل علشان نعرف آراء الآخرين. إيه؟ آراء الآخرين؟ محدش هيقول اي راي، الراي اللي انا بقوله هو اللي هيمشي على الكل. وانا طبعا المستشاره الاولى والاخيره بتاعتك. طبعا طبعا يا رانيا، يعني انت هتكوني معايا في كل اللقاءات، بنتصور مثلا في المجلات في افتتاح دوره رمضانيه مثلا ولا حاجه، تبقي سيده الرابطه الاولى يعني. دي انسب وظيفه ليا. طب يلا يا جماعه خشوا بسرعه. إيه؟ خشوا بسرعه، الناس التجار اللي جايين عشان ابهدلهم جم اهم. يلا اتكلوا على الله. بازارات، اتكلوا على الله. رابطه، يلا. بص اسمعني هقول لك ايه، دولا حبيبي لا يعلى عليه، انتخبوا دولا. يلا يلا، ما انتخبوني خلاص يلا. خش خش. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ازيك يا معلم؟ اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. اهلا وسهلا. اهلا 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 بيكم، منورين والله. دي يعني بقى حاجة بسيطة عشان نجاحك في الانتخابات. في علب خالي مكرونة وفي علب خالي بصل، حسب مزاجي اكون في البيت. ومفيش بقى علب خالي دقه عشان الحموضه؟ نوصل بيه، بس المهم رضاك علينا، وجايبهم لك في علب مش في اكياس. القصب ده لزوم الحلو، لسه فيه اربع كوكتيل جايين في السكه.
والله يا معلم يعني كتير كده يا اخوانا، يعني بجد مش عارف اودي جمايلكم فين. وانت ايه اللي لابسه ده يالا؟ ايه رايك يا دوله بقى؟ انا قلت يعني اظبط نفسي لبسي كده هون يعني علشان اتماشى مع الوضع اللي انت فيه. ماشي كده عشان هنقعد نشتغل. يلا يا جماعه، يا جماعه انا كرئيس رابطه البازارات عايزين ننهض بهذه الصناعه لسبب بسيط جدا، ان المشاكل الكتيره قوي اللي بتحصل لنا من خلال اصحاب محلات الكشري ومن خلال اصحاب محلات عصير القصب، من خلال الاكياس ومن خلال الاكياس اللي حضرتك بتتسبب فيها يعني، والمصاصه بتاعه القصب دي بتعمل لنا مشاكل كتيره جدا، واحنا بقى مش هنسكت. يا استاذ عادل، يا استاذ عادل، الاكياس الملونه اغلى من الاكياس العاديه. ايوه يا عم الحاج، بس الاكياس الملونه دي بتبقى شكلها حلو قوي، وبعدين بتفكرني بقى ببلالين العيد. في زبون للعلب وزبون للاكياس، انتوا كده هتخسرونا زبون الاكياس. يا اخوانا يا اخوانا، السياحه خير للبلد كلها، يعني مش اشكال الزبون بتاع الاكياس ما دام الزبون بتاع العلب موجود. مبيدات ايدي اللي انت عايزنا نجيبها عشان خاطر الناموس؟ انت عارف المبيدات دي تتكلف كام؟ حالا اقول لك المبيدات دي هتتكلف كام. ثانيه واحده. ايوه لو سمحت يا انسه رانيا، شوفي لي الملف بتاع المبيدات. والملف يا دوله بتاع الاكياس الكشري هتلاقيه تحت السرير. والملف بتاع الاكياس الكشري هتلاقيه تحت السرير، الملف بتاع المبيدات هتلاقيه مرسوم عليه دبانه. بسرعه لو سمحت. يا استاذ عادل، احنا جايين نراضيك، مش عايزين مشاكل. بص حضرتك، الصح هيتعمل حتى لو بمشاكل. اتفضل يا فندم الملفات. شكرا يا انسه رانيا. انتوا عملتوا غدا؟ لا لسه ما عملناش. طب ما تعملوش غدا عشان هنضرب كشري وهنحلب قصب. ها؟ اي خدمه ثانيه يا فندم؟ شكرا يا انسه رانيا. حضرتك بالنسبة للمبيدات الحشرية يعني أنا متهيألي إنها مش هتتكلف زيادة عن 2000 جنيه. 2000 إيه؟ بكسب كام أنا عشان أدفع 2000 جنيه عشان أجيب مبيدات للناموس؟ بص بص بص، ما ينفعش. هتجيب يعني هتجيب؟ أنا بقول لك أهو يا معلم زعزوعة، لا إما بقى بصفة رئيس رابطة البازارات هرفع عليك قضية. ليه كده؟ الطيب أحسن. أنا معرفش طيب، وأنت بالذات، أنا بقول لك يا معلم أبو جيب أهو، لازم تجيب أكياس الكشري تكون ملونة. أكياس ملونة إيه؟ أنت عايز تضحك عليا؟ أصحاب محلات الكشري؟ هو كده، لا إما اللي هيبقى بيني وبينكوا المحاكم والقضاء والنيابة والشرطة والبوليس وأمناء الشرطة والعساكر اللي بيقفوا في الإشارات. وأكتر من كده، كده؟ يلا بينا يا معلم زعزوع. يلا يا معلم أبو جيب. مع السلامة يا معلمين. مع السلامة. أبو جيب وزعزوع. مش مكسوفين من أساميهم. ولقد رأيتم اليوم ما فعلته البلدية في محلات الكشري وعصير القصب من قفل وغلق وقطع عيش وقطع أرزاق، وذلك لكي ندعم رابطة البازارات اللي هي أنا مديرها ورئيسها. أيوة بس ده كتير قوي يا عادل، وكله إلا العيش. مش عايزين نعادي حد يا عادل. إيه ده؟ يعني إيه؟ انتوا بالذات ما تتكلموش، انت بالذات يا تحتفظ لانك انت خاين. انا خاين؟ صح. نعم خاين. هل نسيت؟ اتتفتكر؟ اتتفتكر؟ ساعة عندما لما بعت التمثال بتاع الزوجة التانية بعشرون جنيها، ونحن قد اتفقنا على انه يكون بخمسة وعشرون جنيها. لا لا لا، احنا الظاهر اتسرعنا في انتخابك رئيس الرابطة. هذا ليس بمزاجك، هذا ليس بمزاجك، لقد قدامكم دلوقتي حاليا سنة ونص عشان تنتخبوا بديل، لكن حاليا ما حدش يقدر يقول لي تسرعنا. يعني لو ما سمعناش كلامك تستقيل؟ ها ها، الحق الحق، بيقول لي تستقيل. لن استقيل هذا بعينك، لان انا عندي ملفات، الملفات اللي معايا دي ضدكوا، انا ملفات نظيفه. انت يا استاذ ها فاكر ان انا مش عارف ونايم على اذني؟ لا،
انا عارف كويس قوي انك انت بتسرق الكهرباء من عمود الكهرباء اللي قدام البازار. وانت يا استاذ ان انت متهرب من الضرائب ومصلحتك اولا واستاذ شومان. وانت يا استاذ انك من سارقي صناديق الزباله ام عجل. عشان بتعمل ايه؟ بتاجرها يا استاذ في الموالد بربع جنيه للاطفال والعيال. انا زي الفل ولا غلط؟ ايه هو ده؟ انت هتهددنا ولا ايه؟ انا ما بهددش حد. لو اي حد فيكم فكر ان هو يهددني في منصبي وفي مستقبلي هفرمه. رغبتك في سلطة بقت رغبة عدوانية يا بيبي، وده هيخلي الناس تكرهك ومش ينتخبوك المرة الجاي. حبيبتي بعد ما يشوفوا ان شاء الله بقى انجازاتي اكيد هينتخبوني. مالك بقيت عامل زي العيل الصغير لما صدق مسك لعبة ماسك فيها ومش عايز يسيبها كده ليه؟ انا حر ماسك في اللعبة ومش عايز اسيبها، عايزة حاجة؟ لا يا عادل، انت عمرك ما كنت كده وعمرك ما اذيت حد. الله الغني عن الحاجة اللي تخليك وحش قوي كده. وبعدين يا عادل، المنصب اللي انت عاوزه ده لازم يكون هو اللي محتاج لك مش انت اللي محتاج له. منصب ومحتاج لك ومحتاج، يعني اساسا انتوا فاهمين انا فاهم انا بعمل ايه. ايوه انت عادل سعيد؟ ايوه انا عادل سعيد. خير؟ انا مرات المعلم ابو جبه. وانا مراته التانية. وانا بقى مرات المعلم زعزوعة. قوي تحت امركم. خير؟ احنا عايزين ناخد حق جوازنا. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا حبيبي يا عادل يا حبيبي. بيضربوني يا رمزي عشان انا رئيس الرابطه. يا خبر ابيض، بقى شويه ستات يا دول يضربوك. اخس اخس على المرجلية اخس. ما هو انا ما كنتش قصدي يعني ان هم يضربوني، بس هم ضربوني على غفله وعلى سهوه من غير ما انا اقصد. يعني عارف انا لو كنت اعرف ان هم دول اللي جايين يضربوني، عارف كنت عملت ايه؟ كنت عملت ايه يا دول؟ ما كنتش فتحت لهم من اصل يعني. بس هم مين اللي اداهم العنوان؟ انا يا دولة. خاين كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى الحمار. مساء الخير. مساء النور. مساء الفل. مين بقى رئيس الرابطة البزرية؟ على حسب يعني. انتوا مين؟ انت بقى عادل سعيد؟ لا عادل سعيد ايه، وانا ده شكل عادل سعيد؟ هو عادل سعيد مش انت يا عادل سعيد؟ ايوه انا سعدت بقى عادل سعيد. وانا بقى مرات المسلاوي. وانا بقى يا عنيا مرات حدفس. وانا بقى يا حبيبي مرات البرداوي. ايوه طب ايه؟ اتفضلوا اهلا وسهلا. انت يا مفتري تحبس رجالتي؟ انا لا.